بلدنا من اجل الثوره هنضحي والكل يشيها يا بلدنا من اجل الثوره هنضحي والكل يشيها ونشاكح من اجل العزه ومجدنا لابد نحييها باراده عزيمه قويه بنكافح لاجل الحريه باراده عزيمه قويه بنكافح لاجل الحريه ونضحي في درع عزتنا علشان تسمع عن امتنا الله الله يا سوبر الله الله يا سوبر الله على روحك يا بلدنا الله الله يا سوبر الله على روحك يا بلدنا يا الفرحه بوجودك السوبر يا احلى واجمل اعيادنا السوبر يا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء متابعي قناه عدن الفضائيه في هذا البرنامج الخاص الذي سلطنا فيه الضوء عن ثوره 14 من اكتوبر الخالده التي جاءت امتدادا لثوره 26 من سبتمبر الخالده. هنا نحن في محافظه لحقه مشاهدينا الاعزاء اجرينا عددا من اللقاءات مع الشخصيات السياسيه الشخصيات المناضله وايضا مع مناضلين التحرير ومناضلين ثوره 14 من اكتوبر و وأيضا هناك مجموعة من الشباب وحلقة متكاملة عن هذه التغطية الخاصة بثورة 14 من أكتوبر فكونوا معنا. أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء. أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه التلفزيونيه عبر اثير تلفزيون قناه عدن الفضائيه والذي سنسلط فيه الضوء عن الذكرى 54 لثوره 14 من اكتوبر الخالده. ويسعنا في هذا البرنامج مشاهدينا الاعزاء ان نستضيف الاستاذ وضاح الحالمي وكيل محافظه لحق لشؤون الشباب والرياضه. اهلا بك استاذ في هذا البرنامج عبر قناه عدن الفضائيه. اولا نرحب بقناه عدن الفضائية ونزولها الميداني اليوم إلى عاصمة محافظة لحج الحوطة وإلى ديوان محافظة لحج وباسم السلطة المحلية بمحافظة لحج. أولا نقدم تهانينا وتبريكاتنا إلى الأخ المشير عبد الرب منصور هادي وإلى دورة مجلس الوزراء الدكتور بندغر وكذلك إلى شعبنا العظيم في ربوع الوطن. اليوم بإذن الله تعالى خلال يومين ستطل علينا الذكرى 54 لثورة أكتوبر. هذه الذكرى التي تعتبر عنوان نضالنا واستمرار للثورة التي تقوم بها المقاومة للقضاء على المد الحوثي العفاشي. اللحق الآن في هذه المرحلة ولله الحمد تتعافى بعد أن تم تطبيع الحياة فيها ونحن الآن ننتقل إلى البناء وإلى إعادة ما دمرته الحرب. لحق بإذن الله تعالى ستعود إلى وضعها الطبيعي والريادي في الوطن الحبيب. أستاذ وضاح الحلمي تحققت منجزات كثيرة منذ ثورة 14 من أكتوبر وحتى اليوم، ماذا تحقق في مجال الرياضة؟ الجانب الرياضي هو جانب مهم
للحق والحمد لله بدأنا بانتشال هذا الوضع ولدينا خطة متكاملة ستتم خلال الأشهر القادمة وستشهدون حركة رياضية ثقافية فكرية لشباب لحق. في نهاية هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء نشكر الأستاذ وضاح الحلمي وكيل محافظة لحق لشؤون الشباب والرياضة على هذا اللقاء هنا في محافظة لحق. يا بلدنا من أجل الثورة سنضحي والكل يبكيلك، يا بلدنا من أجل الثورة سنضحي والكل يبكيلك، ونشاكح من أجل العزة ومجدنا لابد نحييها بإرادة وعزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية بإرادة وعزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية ونضحي في درع السنة علشان تسمع عن أمتنا. الله الله يا التوبة، الله الله يا التوبة، الله على نورك في بلدنا، الله الله يا التوبة، الله على نورك في بلدنا، الفرحة بوجودك التوبة يا أحلى وأجمل آيتنا التوبة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، ولازلنا معكم في هذه التغطيه المستمره والخاصه من هنا من محافظه الدان والقومندان من محافظه لحق الابيه، ومعنا ايضا الاستاذ صالح محمود ابو سهيل مدير عام مكتب محافظه لحق. اهلا بك استاذ صالح في هذا اللقاء، ماذا يعني لك يوم 14 من اكتوبر وما هي اهم وابرز الانجازات التي تحققت لثوره 14 من اكتوبر في هذه المحافظه محافظه الاحرار والمناضلين محافظه لحق الابيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نرحب بكم هنا في الحوطه عاصمه محافظه لحق ترحيبا كبيرا في هذه المناسبه العظيمه على شعبنا، هي الذكرى 54 لثوره 14 اكتوبر المجيده. ثورة اكتوبر التي انطلقت من جبار الفان الشماء في 14 من اكتوبر من عام 1963، وذلك بأول شرارة للثورة المسلحة ضد المستعمر البريطاني، خاضها الأبطال من كل بقاع الجنوب ضد المستعمر البريطاني حاملين السلاح خلال 4 سنوات عقاف، تم من خلالها يعني كثير من العمليات الفدائية ضد المستعمر البريطاني، كلت بالنجاح في 30 من نوفمبر من عام 1967. الحديث عن الثورة هو حديث شجون، طبعا نحن أبناء الثورة ولكن بعد الاستغلال الوطني، نعم، ولكن أبناء الجنوب استطاعوا ومن خلال النضال المستمر لعلة بناء دولة وطنية تحمل كثير من الهم الوطني الشعبي الذي كان يعني ضد المستعمر البريطاني، الذي عمل على التفرقة ما بين الشعب، عمل على يعني إثارة الفوضى، على الجهل، المرض، الفقر وغيرها من الأمراض التي ورثها الاستعمار. استطاع أبناءنا هنا في هذه المحافظة بالذات لحق أن يخوضوا هذا النضال الثوري المسلح حتى الاستقلال، واستمروا في بناء عارف بناء هذه الدولة، نعم، الوليدة طبعا في إطار الوطن العربي طبعا. واستطاعت خلال هذه السنوات منذ 1967 إلى الأعوام المختلفة على بناء مؤسسات الدولة وعلى الحفاظ على الإنسان وخاصة بجانب التربية والصحة، وصلت الخدمات إلى أغلب المناطق في إطار الجنوب خاصة في خدمات الصحة والتربية، وأصبح للإنسان كرامة على مستوى الوطن العربي والعالم، وأصبحت الجنوب دولة ذات سيادة طبعا ولها حضور كان سياسي واقتصادي واجتماعي على مستوى العالم، حتى أنه في عام 1984 استطاعت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من إعلان بأنها أصبحت يعني خالية من الأمية. الكثير من الإنجازات كما تحدث هي طبعا عبارة عن تاريخ يعني مسجل لهذا الشعب العريق، لهذا الشعب المكافح الرافض للظلم والاستبداد وكل صنوف القهر على الإنسان، واستطاعوا أن يبنوا وطن وإنسان قادر على التعايش مع المنظومة الدولية والعربية والعالمية. محافظة لحق هي محافظة العطاء الدائم كما يسميها الكثيرين، منهم يسميها محافظة الخضرة والفن والقناة والفل والبيدان والقومندان، كذلك كحاضرة للفن الثقافي والفني الإنساني على مستوى يعني كثير من العالم العربي، نلاحظ أنهم يحتفلون بهذه المناسبات الذي نحن نفتخر بها بأن أجدادنا سطروها وعملوها يعني ملاحم.
ملاحم كبيرة نحن نعتز فيها هنا في هذه المحافظة. ونتمنى أن تكون رسالتنا اليوم في الذكرى 54 للثورة من هنا من الحوطة وبهذا المهرجان العظيم اللي نحن إن شاء الله نحققه خلال غدا بإذن الله تعالى. هو مهرجان تاريخي فلكلوري ثقافي يعني بما تعنيه الكلمة من معنى. وأيضا بتدخل عبارة عن يعني مسيرة راجلة راقصة كما تعودنا هنا أبناء الحوطة يعني يحيوا حفلاتهم المختلفة ممثلة طبعا بالرقص الشعبي الثقافي التراثي اللحقي مر من الشارع العام حتى ملعب معاوية وهناك تدخل الفرق المختلفة سواء كان الكرنفال الشبابي الرياضي الأطفال الطلاب إضافة إلى العرض العسكري يعني نموذج من العرض العسكري بيكون موجود إضافة إلى نخبة من المناضلين مناضلين ثورة 14 أكتوبر هنا المحافظة مشكورا طبعا هو دعا محافظين نموذج من كل مديريات المحافظة للحضور يعني كواجهة يعني كرسالة منا تكريما لهذا المناضلين لما قدموه خلال السنوات الماضية وخلال أعوام طويلة يعني 54 عاما من وأيضا ستكون برضو حضور للمرأة وحضور للشباب هي نموذج طبعا نحن نعتبره نموذج وطني تراثي ثقافي أدبي هنا في محافظة لاحق يحب الفن ويحب الثقافة ويحب يعني الأشياء الجميلة ويحاول أن يرسل دائما رسائل في هذه المناسبات الوطنية لكل الشعوب المحبة للسلام والحرية بأننا حاضرين ومتواجدين ومرحبين بالسلام محبين للحرية رافضين الظلم رافضين الحروب وندعو إلى المحبة للعالم بهذه المناسبات لكل الناس نعم. أستاذ صالح محمود أبو سهيل مدير عام مكتب محافظ محافظة لاحق أبدعت في كلامك شكرا جزيلا لك أيضا معنا متابعينا مشاهدي قناة عدن في هذا البرنامج الذي سلطنا فيه الضوء عند ثورة 14 من أكتوبر معنا الأستاذ محمد أحمد هواش العاطفي مدير مكتب رعاية هيئة الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية أهلا بك أستاذ محمد أستاذ محمد كيف تنظرون لهذه المناسبة في حياة الشعب وما تمثله على مسار التاريخ بالنسبة لأعياد ثورة 14 من أكتوبر هي 54 في البداية نهديها إلى فخامة المشير عبد الرب منصور هادي ودورة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغل يوم 14 أكتوبر يعتبر فخر لكل مواطن جنوبي وأنا بصفتي ممثل المناضلي الثورة والشهداء الذي ضحوا من أجل هذه الثورة شعارنا كله أنه مثل هذا اليوم شعبنا أعلم فجر جديد فجر جديد يعني اقبر بالتخلي الحكم العنيد وهو حكم الاستعمار البريطاني وهذا فخر لكل جنوبي بأن ناضل بسلاحه التقليدي بالنسبة للمناضلين هم يعني يعانوا كثير ولكن احنا مستبشرين خيرا وهناك مساعي من دولة رئيس الوزراء والأخ رئيس الجمهورية بتحسين أوضاعهم ونتمنى تطبيق القرار رقم 5 لعام 93 الذي ينص على أن يمنح للمناضل أو الشهيد رتبة جندي الشهيد العادي أو المناضل العادي وللشخصيات الاجتماعية رتبة ملازم كما تقوم الدولة بالرعاية الرعاية تعتبر الصحية التعليم السكن وهذا القرار موجود من عام 93 لم ينفذ وإن شاء الله في القريب العاجل قد هناك وعود هناك وعود وقد بعثت يعني المناطق المحافظات المحررة كلها برسالة واحدة إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بعثها إلى رئيس الجمهورية وإن شاء الله نستبشر خيرا أيوة إذا لم نرعى ابن الشهيد بالسكن والتعليم والصحة فما معنى الرعاية
أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. بلادي 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 مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أستاذ أحمد ديبان، مدير عام المصائد السمكية، أنا في لاحق، ماذا تود أن تقول في بداية هذا اللقاء عن 14 من أكتوبر؟ ماذا تمثل لك هذا اليوم؟ وما هي أهم المنجزات التي تحققت منذ قيام الثورة الأكتوبرية؟ أولا شكرا لكم، شكرا لقناة عدن الفضائية لهذه الزيارة الاستطلاعية لمحافظة لاحق والتعرف على مدى التحضيرات الجارية للذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي طرد منها الاستعمار البريطاني من جنوب اليمن. سعيدون جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله يوم غدا ستشهد لاحق احتفالا كرنفالي كبير تحضره جميع المواطنين المديريات، جميع المديريات، وسيكون هناك عرض كرنفالي ومهرجاني مساء وتشهد الجميع. أما على سعيد الإنجازات التي حظيت بها القطاع السمكي بمحافظة لاحق، هناك إنجازات عديدة حظي بها القطاع السمكي في المحافظة رغم شحة الإمكانيات ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وسيشهد شهد لاحق خلال هذا الأسبوع القادم إن شاء الله افتتاح المجمع السمكي في خور العميرة، والذي سيشمل مركز إزالة للصيادين إلى جانب إدارة إلى جانب خدمات أخرى سيقدمها هذا المركز. ومن ضمن هذه المشاريع السمكية في القطاع السمكي سيتم افتتاح مصنع ثلج في خور العميرة لأحد المستثمرين من أبناء المحافظة، والذي سيتقدر قيمته الإنتاجية بسبعون طن يوميا. إلى جانب هناك تتشهد مع عاصمة المحافظة انتشال في أوضاع السمك الجانب السمكي من خلال وضع حق الأساس وتأهيل مشروع سوق الحوض المركزي، والذي سيستفاد منه كثير من القرى المجاورة إلى جانب المحافظات القريبة مثل الضالع وأبيان ولحق. فنان الرائع دائما والمتألق من هنا من حوطة لحق حيث الدان والقمندان وحمدون وسمرة والحبيب، أستاذنا وفنان العظيم أحمد فضل ناصر، ونحن نحتفل بثورة 14 من أكتوبر في عيدها 54. كيف انعكست منجزات هذه الثورة فنيا على محافظة لحق؟ طبعا في البداية يطيب لي أن أهني جماهير شعبنا الأبي بالذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. طبعا منجزات الثورة ونتائجها وانعكاساتها على موروث على فننا وابداعاتنا كثيره وايجابيه، خصوصا من انجازات ثوره 14 اكتوبر والثوره الام سبتمبر. طبعا كثيره طيله الفتره الماضيه تواصل المواكبون او جيل من الفنانين الشباب والموهوبين في المجال الفني بدعم من السلطه التي جاءت من رحم ثورة 14 أكتوبر، وشهدت لاحق إبداعا لا مثيل له، وكانت فترة السبعينات خير شاهد على ذلك، وهي الفترة الأخيرة من العصر الفني الذهبي التي شهدناها لحنا وجينا عليها. وطبعا قدمت أغاني وأناشيد ألهبت حماس الناس وذكرتهم بالماضي الجميل، ماضي الإبداع وماضي الثورة وماضي الرغبة في التحرر من الظلم والطغيان. أيضا من إنجازات الثورة، ثورة 14 أكتوبر، أنها جعلت الفنان كرامة وكيان خاص، ومن الفنانين كثير من أصبحوا لهم أسماء في الوسط الاجتماعي والوسط
المحلي والدولي أيضا بفضل هذه الثورة الطيبة التي لا ننكر فضلها أبدا. الأستاذ محمود المداوي الإعلامي المبدع الكبير هنا في محافظة لحج محافظة الدان والقمندان، نحن الآن في ثورة 14 من أكتوبر، صف لنا هذا اليوم الخالد في ذكر كل اليمنيين الأحرار وكل المناضلين، ماذا تحب أن تقول في هذه المقابلة؟ ثورة 14 من أكتوبر طبعا رحلة نضالية طويلة أبدع فيها الآباء وأبدع فيها أيضا الأبناء، وأيضا قدمت جماهير الشعب في كل محافظات الوطن وتحديدا في محافظات الجنوب كل الغالي والنفيس في سبيل الانتصار وبقاء مبادئها التي طبعا تعززت بتحقيق 30 نوفمبر من عام 1967 الاستقلال الوطني الناجي من براثن الاستعمار البريطاني. هناك طبعا كان في الجانب الإعلامي تحديدا دور مميز ومشرف منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها، ولولا ذلك الدور الإعلامي المبرز سواء كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي لما كان العالم يعرف بأن هناك في أقصى جنوب الجزيرة العربية ثورة عربية صاعدة انطلقت من منطقة صغيرة في محافظة لاحق من جبال غدفان الشمال. وبهذه المناسبة طبعا نشكر كل الرعيل الأول من الإعلاميين المحليين سواء كانوا في إعلامنا الداخلي أو أيضا في الإعلام العربي وتحديدا في جمهورية مصر العربية. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، ونحن ايضا في هذه الفقره الختاميه من هنا من محافظه لحج محافظه المناضلين محافظه الدان والمحافظه الابيه التي تخرج منها كثير من الكوادر، وهناك راح ضحيتها كثير من الشهداء حتى تحقق هذا النصر العظيم. نحن هنا الان في مكتب مدير عام مكتب الصحه والسكان في محافظه لحج الدكتور عبد الرزاق الشامري، اهلا بك في هذا البرنامج المخصص عبر قناه عدن الفضائيه. اهلا وسهلا بكم، ارحب بقناة عدن الفضائية لما تقوم به من دور يعني واسع وشامل في عكس الانجازات التي تحققت ما بعد الثورة او الانجازات الحالية طبعا بعد الحرب. لا حضور مميز بين اوساط الجماهير في محافظة لحج، هناك تغطية واسعة من قبل قناة عدن وطاقمها المتميز المبدع. طبعا اشكركم على حضوركم هذا اليوم ولقائكم بنا، نحن سعداء جدا ان نلتقيكم في هذه المناسبه. طبعا الثوره بحد ذاتها تعتبر منجز وطني مهام تحقق كل تضحيات اباء واجداد
أخوة لنا في 14 أكتوبر عام 1963، وكانت امتداد أيضاً لحركات ثورية وحركات يعني عمالية قبلها طبعاً. كما ذكرنا الثورة هي مكسب وإنجاز راية غير حال جمهورية الإمارات الشعبية وقتها الأرباب من حال إلى حال. معروف كان قبل الاستعمار البغيض ماذا كان ينوي، أن نعيش دائما في تخلف، دائما ما وراء الجدران، دائما الحمد لله من الثورة أتت إنجازات رائعة ضمنها هي الإنجازات التي تحققت على صعيد مجال المجال الصحي طبعا محافظات الأخرى والمديرات. الآن الخدمات الصحية كانت أول مقصورة على عدم فقط تقريبا الى حد ما يعني. الان محافظه كانت تعتبر بيت الايرادات طبعا. الان محافظه هي عاصمه حضاريه، عاصمه حيويه، عاصمه من اهم العواصم داخل الجمهوريه. برضه القطاع الصحي الان يشمل كافه المديريات. اولا زي ما ذكرت ما فيش كان ولا حتى بعاصمه المحافظه كانت اي مستشفى او مركز صحي. الان المستشفيات المركزيه في عواصم مديريات حوالي 6 مديريات يعني جدا لا ورتفان كانت 7 أيام كانت الان الطرقات والمستشفيات والخدمات كلها مقدمه هنا في عاصمة المغاربه. كان في المحافظه الصحيه الاطفال كان المريض يتكلم على السفر الى محافظه اقل من هذه الايام. الان الحمد لله يعني لدينا حاله صحيه، لدينا مراكز صحيه، لدينا خدمه متطوره وعاليه في اغلب المراكز الصحيه في كافه المديريات. الظروف بعد الحرب طبعا هي ظروف مؤقته. نعم. نحن قبل الحرب لدينا كان المكانات اكثر من الان. نعم. لا زلنا الان قبلنا بعد الحرب المهبه التي نزلت من خلال العفاش الحوثي والتدمير غير المبنى التحتيه طبعا مبنى الصحه وغيرها المباني الحيويه الرئيسيه، اضافه الى يعني نهب معدات من اغلب المستشفيات المركزيه. نعاني الان بعد الحرب لكن ان شاء الله ده هو كثير من المستشفيات خصوصا في المستشفى في مركز كلش محافظه لحج طبعا مستشفى العرب الضرب اي العرب الضرب ومستشفيات ايضا مركز صحيه مركز سبيل العرب. نعم يعني دمر بالكامل. الدكتور عبد الغالب الشاطري مدير عام مركز الصحه والسكان، شكرا جزيلا لك. هكذا مشاهدينا الاعزاء في كل مكان ننهي حلقه هذا الاسبوع من هذا البرنامج والذي كنا قد سلطنا فيه الضوء عن دوره 14 أكتوبر وذكرها 54. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في الاسبوع القادم. الى اللقاء. في